15 ساعة في شهر طبعا. كل راح اقعد اشتراكات بين الطلبة وجامعة نصر. فطبعا عليا وقتها يعني. معايا كان معايا الكاميرا وكان معايا تصريح بالتصوير ومعايا تنويم ومعايا كل حاجة تثبت ان انا كنت رايح صح. كان في اتنين طلبة ماشيين قدام الجامعة عند سلم الجامعة وانا كنت بغطي الاثنين طلبة دول في حشد جري عليهم كده فجأة هم ماشيين في حالهم يعني. وكانوا بيبقوا عليهم فانا صورت الفيديو كله من فوق السلم فهو ما عجبش الظابط ان انا صورت حاجه زي كده. حصل بعد كده ان انا اتحجزت في اسم تاني مدينه نصر اللي هو انا بعتبره سرخانه تعذيب يعني. هو حتى انا في اخر يوم في اليوم اللي فرج عني كان في ناس بتتكهرب يعني انا ماشي وفي ناس بتتكهرب في نفس اليوم. كان في محامين دخلوا عشان يشوفوا شافوا الكلام ده. ممكن تقولي انتهاكات هو التعذيب الناس بتفهم التعذيب ده على ان واحد بيتمسك كده ويتجلد بالكرباج. هو التعذيب ده هو انا لما ادخل تأديب في زنزانه 3 اشهر في 5 اشهر ما فيهاش ميه ولا فيها اكل ولا فيها نور ولا فيها اي حاجه ولا حمام حتى ويحط لي علبه بس كان فيها حمام لمده اسبوع ويدخلني في الشتاء ببدله تحيه خفيفه من غير لبس داخلي حتى وانا غير شبش من غير اي حاجه معايا ده تعذيب وقعدني اسبوع على كده. انا قعدت 19 شهر حبس احتياطي. بص هو فكره ان انا اطلع قضيه عشان مش عارف اخد تعويض والكلام ده مش في الحسبان. ليه بقى؟ لان انا التعويض بالنسبه لي فلوس مش تعويض عن 17 شهر ضاع ولا تعويض عن ان امي تتعب بسببي وتحس بالوجع ده يعني. انا مهما خدت فلوس حتى يعني فلوس ايه لا تعويض عن الفات من عمري او عن الظلم او عن الانتحارات اللي حصلت ضدي. عندي في عتاب على كل الصحفيين اللي هم سايبيني جوه. تمام؟ هو في صحفيين اتحركوا يعني زي خالد البيش وزي نقاط صحفيين في الاخر عموما يعني اتحركت وحلاش وصحفيين ضد تعذيب يعني في حاجات كتيره ناس اتحركوا وطبعا مؤسسه خالد الفرقه التعليم. فانا لما خرجت في صحفيين جوه خلينا بصراحه انا لو سكت على ان واحد صحفي زي شوكان مثلا محبوس وزي يوسف شعبان ناس كتير يعني في حوالي 65 صحفي محبوس. فانا اللي انا سايبها بسببهم ده في حد ذاته مش كويس خالص وانا مش عايز احس نفسي زي اللي انا حسيته.